استاذ نهاد، دكتور محمد، دكتور سعد في المستشفى. هاي طارق، طوارئ شرح الحرادة، هاي الطريقة، هذا مستقبل، حتى نظام التعقيم أحسن نظام، هذا نظام الدم. هذا عندنا تحيل على اليو ان دي بالكامل. بلا مو كامل. كانت لنا جولة أنا والأخ النائب الفني ومستشار دولة رئيس الوزراء في قضاء سنجار، وكان معنا الأخ نائب قائد العمليات والأخ قائد الفرقة 20 ومدير الشرطة. التقينا بالدوائر، تناقشنا بالأمور الخدمية، وجولنا داخل القضاء، والحمد لله يعني احنا مستمرين بدعم القضاء. ثم انتقلنا إلى ناحية القحطانية، الأمور جيدة، يعني حتى الأخ مدير تربية في قضاء البعاج اللي تابع إلى القحطانية ما عندهم نقص بالمدارس، أمورهم كاملة. أيضا البطاقة الوطنية انتقلت إلى مقر الناحية، واللي نأمل أهلنا من الأيجيدين يرجعون إلى القحطانية. أيضا وجهنا الأخ مدير التخطيط أنه بعض الطرق، بعض الأمور اللي تخص الماء الزراعة غيرها، إن شاء الله راح نعمل على حلها، وخاصة وإحنا مقبلين على إطلاق الموازنة راح تصلنا قريبا. الآن نحن في قضاء البعاج، الحمد لله والشكر رب العالمين. يعني البعاج قبل سنتين ما كان هكذا، اليوم ما شاء الله بنايات، شفنا معالم القام مقامية، التربية، المستشفى راقي جدا، أيضا دور للأطباء، محطات تحلية مي، وأيضا أسواقهم عامرة، وشبابهم ما شاء الله كلهم حلوين، ونتمنى لهم الخير. وإحنا أطلقنا، يمكن الأخ نائب قائد العمليات وقائد الفرقة 20 يدري، أطلقنا طرق كثيرة في غرب نينوى تسهل على قواتنا الأمنية وعلى أهلنا الحركة. إحنا ماضين إن شاء الله بنفس القدر اللي نهتم بعاصمة نينوى، أيضا إحنا مهتمين بالأقضية والنواحي، وأيضا مهتمين بالقرى إن شاء الله، من أحسن إلى أحسن حال يوم بعد يوم. ونثمن جهود كل العاملين، يعني الأخوان، القام مقام، الدوائر الأخرى، الصحة، التربية، الزراعة، كل الدوائر، الماء، كلها نثمن جهود، وقبلهم نثمن جهود أبنائنا بالقوات الأمنية اللي وفرونا الأمن والأمان بتعاونهم مع المواطنين، وخلونا نسير في ثورة الإعمار.